السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا جماعة في سي جي ماثماتكس ورك شوب داي 5. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الماتريكس ترانسفورميشنز، وإزاي يعني نعمل أبليكيشنز أو إزاي نستفيد من الموضوع ده، إزاي نعمل ترانسفورميشنز من كوردينيت سيستم أو من بوزيشن لبوزيشن عن طريق الماتريكس اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. اول حاجه بالنسبه لموضوع ترانسفورميشن ماتريكس، زي ما قلت او نبهت المره اللي فاتت، ان هو عباره عن ماتريكس فيكتور مالتيبلاي. يعني انا مثلا لو عندي 3 باي 2 ماتريكس، مثلا اهي 2 1 0 0 1 1 سوري ده كده هتبقى 3 باي 3، 2 1 1 1 1 2 مثلا، دي 3 باي 2 3 روز و 2 كولومز، ورحت ضايبها في فيكتور مثلا 0 1، فالمتر او الفيكتور الناتج او ممكن اقول عليها الكولوم فيكتور الناتج من المالتيبلاي دوت هيبقى الفيكتور اللي اتعمل له ترانسفورميشن بالماتريكس ديت. طبعا زي ما قلنا المرة اللي فاتت، الماتريكس مالتيبلاي بيبقى عبارة عن رو مع كولوم. هنا طبعا هناخد 2 في 0 ب 0، زائد 1 هنا في 1 ب 1 هتبقى 1، ونفس الكلام هنا 1 0 ب 0 1 في 1 ب 1، ونفس الكلام هنا تطلع 3 باي 1 ماتريكس. تمام، تبقى 1 في 0 ب 0 و 2، فهي الماتريكس عبارة عن او الترانسفورميشن ماتريكس عبارة عن فيكتور مالتيبليكيشن. ف انا كان في هنا احسن ارتكل يعني عن الموضوع ترانسفورميشنز دوت، كان هنا في خان اكاديمي. طبعا الارتكل دوت اللي عايز يقراه يعني يقراه، بس هو الخلاصة يعني على اساس ان هو طويل جدا يعني وداخل في مواضيع تاني، هو بس بيشرح لك ان الماتريكس او ان الترانسفورميشنز في الـ او ليها نوع اسمه اللينير ترانسفورميشنز. طبعا احنا ما يهمناش نعرف linear transformations، بس عامة يعني ال linear transformations يعني ان انا لو انا عندي vector a مثلا، رحت اعمل له multiply في matrix، ال matrix ديت مثلا اسمها a، ال matrix ديت انا عملت ضربت ال matrix ديت في ال vector اللي هو a، تمام، فطلع لي vector سي. هو linear transformations دوت بيقول يعني ان ال ان الشرط ان ده يكون linear transformations ليها شرطين، ان لو انا ضربت اي scalar في سي، يعني ضربت مثلا a في سي، scalar a في الفيكتور سي، وبعدين زائد سكيلر تاني مثلا في فيكتور مثلا اللي هو ايه، ده هيساوي اذا السكيلر دوت في سي زائد ايه. يعني عامة الموضوع ده يعني ليه كذا شرط يعني وكده، بس ملناش دعوة يعني عامة بالموضوع ده. بس احنا يعني المفروض ان كل اللي هنتعامل معاه ده linear transformations. يعني طبعا الحاجات يعني اللي عايز يعرف اكتر عن linear transformations وكده، يعني خان موجودة، بس الحاجات دي ممكن يستعملوها مثلا اللي بيعملوا programming مثلا بال open GL والكلام ده، بس برضو يعني مش بيستعملوها قوي يعني، بس هي ك mathematical definitions موجودة يعني، اتبنى على اساسها حاجات تاني بعد كده يعني في ال mathematics. فهو بيقول ان انا لو انا عندي one dimension transformation اللي هو زي ده كده، ال one dimension transformation هو يعني قصده ان ده زي
لينيا او لاين. انا اللاين ده لو عملت له مالتيبليكيشن باي 2 تمام. طبعا اللاين دوت كل ال ثواني ال عايزين هنا يبقى عندي ده اللاين. اللاين دوت مترقم 0 1 2 3 4 وهكذا، وهنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 وهكذا. اي بوينت على اللاين دوت هتبقى بزيرو، طبعا زيرو، و اي عدد مثلا 0 0 0 1 وهكذا. فانا طالما كل البوينتس هنا زيرو فممكن اعتبره وان ديمنشن، يعني لان انا مثلا اعبر هنا عن النقطة ديت ان هي رقم 3 او رقمه برقم 3 يعني. ما علينا. وبيقول ان انا لو عملت له مالتبلاي مثلا باي 2 حجم اللاين ده هيكبر للضعف تمام. فلو نشوف هنا في الصورة زي ما انتم شايفين هتلاقوا حجم اللاين بعد ما اتضرب فيه 2 هتلاقوا للضعف، حتى هتلاقي 1 ديت هتقف عند 2 هنا، ده يدل ان هو حجمه كبر للضعف. فده يعني على اساس يعني ان الواحد يفهم يعني ايه المالتيبليكيشن مثلا هيسبب ترانسفورميشن. هنا سبب سكيل لللاين دوت للضعف تمام. ونفس الكلام لو عملت له مالتيبليكيشن باي 1 هاف هيعمل هيصغر للنص. اهو زي ما احنا مش شايفين هيصغر للنص، هيبقى الواحد واقف عند البوينت 5، نيجاتيف 1 هيبقى واقف عند نيجاتيف بوينت 5، 2 هتقف عند 1 وهكذا. انما لو ضربته ب نيجاتيف 3 مثلا هيتعكس اتجاهه وهيكبر الثلاث اضعاف. اهو هيتعكس اتجاهه ويكبر الثلاث اضعاف بحيث ان النيجاتيف 1 هتبقى عند 3 وهكذا. طبعا هنا نفس الكلام، بس بقى الموضوع في ال 2 dimensions وال 3 dimensions مختلف. هو طبعا هنا بيشرح الفرق بين ال linear transformation وال non linear transformation، وعاطي الشروط متهيألي هنا بتاع ال linear transformation متهيألي كان كاتب، هو مش فاكر كان كاتبها ولا لا. اسمع علينا، يعني ال linear transformations هي اللي احنا هنتعامل معاها على طول تمام. فهو هنا بيشرح يعني على اساس هنا ده linear ده non linear transformation وده linear transformations، وبيشرح الفرق ما بينهم بس احنا مش عايزينه. هنا بقى بيشرح ال 2 dimensional linear transformations لما يكون في background. يعني وهنا في الفيديو دوت عمل 2 vectors، واحد بزيرو 1 اللي هو الفيكتور ده زيرو سوري ب1 و0 اللي هو الفيكتور الاخضر، وواحد ب 0 1 اللي هو الفيكتور الاحمر تمام. ف ثواني بس يحمل تمام. فلما عملنا بلاي هو عمل ترانسفورميشن للفيكتورز اللي هو الاحمر والاخضر دوت، عمل لهم ترانسفورميشن بشكل معين. وبعد كده شاف او لقى ان الفيكتورز ديت لو عملناها لها ترانسفورميشن وخلينا الجريد بتاعنا بتاع الاول اللي هو المرقم بتاع الاول دوت زي ما هو كخلفية، هنلاقي ان الفيكتورز ديت ثبتت على مكانين او على نقطتين زي ما احنا شايفين. ده جريد عمل له ترانسفورميشن وخلى الجريد الاصلي موجود. فهنا 0 1 2 3 بهنا 3 و0 ودوت واقف عند 1 ونيجاتيف اوف 2 تمام. بس الموضوع ده هيفيدنا في ايه بعد كده؟ ان انا هنا انا اقدر اعمل ريبريزنت للترانسفورميشن. يعني انا لما بعمل مثلا ترانسفورميشن لكيوب مثلا من النقطة 0 0 0 مثلا للنقطة 0 1 0 يبقى انا كده بحركه في 1 1 في الواي وكده. يعني ديت هتفيدنا بعد شوية.
نفس الكلام هيقعد. طبعا ديت يعني بس بيدربني على حتة ان انا اعرف اعمل فولو لبوينت في اللينير ترانسفورميشنز. تمام، نيجي بقى للحتة الاهم، ان انا عايز اعمل ريبريزنت لللينير ترانسفورميشن ده كأنه ماتريكس عامة. طيب انا هنا مثلا في ال في الاكزامبل ده، هو اللينير ترانسفورميشن هنا ان انا عملت ترانسفورميشن للايدنتيتي فيكتورز، او اللي هما الفيكتور اللي هو ال 1 وال 0 وال 0 وال 1، انا عملت لهم ترانسفورميشن ل نقطة معينة. تمام، الترانسفورميشن ده ممكن اعمله ريبريزنت ان انا هنا مثلا، تمام، هنا انا لقيت الفيكتور بتاعي اللي هو كان 0 1 اللي هو كان هنا ده، وقف عند النقطة 3 وال 0، ولقيت الفيكتور اللي هو اللي كان 1 و 0 وقف عند النقطة اللي هي 1 و نيجاتيف 2. طيب انا لو انا حطيت النقطتين دول في ماتريكس، تمام، لو انا حطيت النقطتين دول في ماتريكس اللي هما 1 و نيجاتيف 2 اهو، فين بس اللي عملته ده؟ انا مش عارف البرنامج ده، نفسي اغيره صراحة، ده من اغبى البرامج اللي ممكن الواحد يتوقعها في حياته. زي ما احنا ما شايفين هنا، هناخد الفيكتور بتاعنا اللي هو 1 ونيجاتيف 2 في ماتريكس اهو، 1 ونيجاتيف 2، و الفيكتور بتاعي التاني اللي هو 3 و 0 هاخده matrix 3 و 0، ودي هتبقى ال transformation matrix بتاعتنا اللي لو انا ضربتها في الفيكتور بتاعي اللي هو كان مثلا، احنا قلنا الفيكتور اللي هو الاخضر ده كان 0 1، سوري الاحمر ده كان 0 1، لو عملت multiplication ديت 0، لو عملت multiplication هنا هيطلع الفيكتور الناتج 1 في 0 ب 0 هيبقى 3 و 0، تمام، اللي هو الفيكتور فعلا ده بعد ما عملت الترانسفورميشن، الفيكتور الاحمر بتاعي بقى 3 وزيرو. وتمام، طب لو عملت multiplication البوزيشن بتاع الفيكتور الاخضر ده كان في الاول كان 0 1 سوري كان 1 و 0، طيب لو عملت هنا ترانسفورميشن هنا نفس الترانسفورميشن ده بس مش بالفيكتور ده، عملت بفيكتور اللي هو 1 و 0 عملت multiply هيطلع 1 في 1 ب 1 و 3 في 0 ب 0، تمام، نيجاتيف 2 اللي هو ال position بتاع الفيكتور فعلا الاخضر ده 1 و نيجاتيف 2 بعد الترانسفورميشن. فهو ديت هي الفكرة. وطبعا هنشوف examples ان انا بشوف ال identity vectors او ال axis vectors اللي هي مثلا هنا في ال 2D. هنا انا عندي عملت 2D linear transformation في 2 dimensions، يعني بشوف الفيكتور 0 ده، الكلام ده بينطبق على اي ترانس فيكتور او 2D linear transformations، بشوف الفيكتورز اللي هي 0 1 وال 1 0 بشوفهم عملوا الترانسفورميشن، وبعد ما حصل الترانسفورميشن هما وقفوا على انهي نقطة بالظبط، واخدها كماتريكس لو عملت مالتبلاي انا دلوقتي لاي بوينت في الجريد الاصلي ده، في الجريد الاصلي ده لو عملت اللي هو اللي لونه لبني، لو عملت مالتبلاي لاي بوينت بالماتريكس اللي انا طلعتها ديت من ال 0 1 وال 1 0 فيكتور او ال 1 0 و 0 1، يعني هناخدهم بالترتيب كده،
لو عملت multiply هيديني ال transformation دوت، او هيديني موقع ال position بتاع ال point ديت بعد ال transformation اللي حصل، او بعد ال rotation او اللفة اللي حصلت لل grid وال scale ده. طبعا عشان نفهم اكتر، وعمل article تاني عن ال visual representation بتاع ال transformation ده، يعني برضو اعطي examples تاني. ال example ده هيعمل 90 degree rotation لل grid بتاعنا، تمام. ثواني كده بس اشوف هو في حد جاي ولا لا. هنا عمل نفس الكلام، ما الا ان هو برضو هنعرف هنعمل نفس الكلام. هيبقى هنشوف الفيكتور بتاعنا اللي هو كان في الاول 1 و 0 اللي هو الاخضر ده، هنشوفه بقى فين بعد الروتيشن ده، ونفس الكلام مع الفيكتور الاحمر ده، تمام. فهتطلع الماتريكس بتاعتنا، طبعا الفيكتور الاخضر دلوقتي بعد ترانسفورميشن بقى زيرو. نعمل الماتريكس بتاعتنا هتبقى 2 باي 2 ماتريكس، لان احنا شغالين في 2 ديمنشن. هتبقى الفيكتور اخضر بقى 0 و 1، ونفس الكلام مع الفيكتور الاحمر بقى نيجاتيف 1 و 0. وبكده لو انا خدت الماتريكس ديت وعملت لها مالتيبلاي لاي بوينت على الجريد قبل ما نعمل له روتيشن، هتديني البوزيشن مثلا بتاع اول اي فيكتور، هتديني الاكسس بتاعه او البوزيشن بتاع البوينت ديت بعد ما عملت لها 90 ديجري روتيشن. ديت يعني واحدة من الطرق اللي ممكن نعمل بيها ال representation بتاع ال transformation، تمام. فهنا برضه هو عطيني practice problems يعني على أساس examples ل transformations لل grid بتاعنا ده بأشكال مختلفة، وبيطلب مني ان انا اشوف الماتريكس بتاعتها. فلو احنا ركزنا هنا هنلاقي الفيكتور اللي هو الزيرو والوان والوان وزيرو، سوري الوان وزيرو الاخضر والزيرو والوان. عايزين نشوف هيعملوا هيقفوا هما الاتنين عند انهي بوينت بالظبط بعد الترانسفورميشن. فهنلاقي الزيرو وان واقف عند النقطة وان وبوينت فايف، تمام. وال الاحمر دوت واقف عن 0.51 اللي هي 1.5 0.51 صح، يعني الانسر كده correct. وهنا نفس الكلام، هنا نفس الكلام 0.1 و 0.1، تمام. 0.1 و 0.0.1 هنا دوت بقى عند ال point اللي هي 2 0 و 0 2. هنا نفس الكلام برضو، يعني ديت examples. يعني هو كل ده في ال matrix matrix part في ال pre calculus في خان اكاديمي. انا حطيت اللينك بتاعه على الجروب. هنا نفس الكلام، هيبقى 0.5 و 0 و 0.5، وهنا برضو هيبقى نفس الكلام. يعني عامة واعطيني شوية examples، يعني هنا هيبقى العكس، هيبقى 0 1 و 1 و 0 هكذا. يعني اعتقد يعني بإذن الله يكون الموضوع ده وصل، ان انا ازاي اعمل representation للmatrix او لللinear transformation في بmatrix يعني. طب تمام، انا دلوقتي ك يعني في الهوديني مثلا هيبقى صعب representation دوت،
هو عامة في ديت، أنا كده بتكلم عن الترانسفورميشن ماتريكس بشكل عام. لو أنا مثلا عندي ترانسفورميشن زي دوت لينير، أنا دلوقتي أنا مثلا هنا في معظم الاكزامبلز ديت أنا محددتش أنا عملت روتيشن ولا سكير ولا ترانسليت ولا أنا عملت التلاتة مع بعضيهم. فأنا دلوقتي مثلا في الاكزامبل ده مثلا هنا معرفش أنا عملت روتيت ولا ترانسليت ولا غيره، فالترانسفورميشن بتاع هنا كده يعني عام بشكل عام ده ترانسفورميشن. انما انا ممكن اعمل بعد كده روتيشن ماتريكس، ممكن اعمل سكيل بالماتريكس، تمام. ف الروتيشن ماتريكس ديت موضوع تاني لوحديها، ولو عايز اعمل برضو سكيل بالماتريكس نفس الكلام، تمام. ف هنا الماتريكس ده هنا ده اكزامبل للماتريكس في الهوديني. انا عملت بوكس هنا وديت اساس عامل اكسس يعني، وهنا عملت لهم ميرج، تمام. بعد كده هنا عملت 3 فوبس، تمام. وبعد كده عملت هنا واحدة نو تشينج. طب ثانية واحدة، زي ما كنا بنقول هنا عملنا فوبسوب، والفوبسوب ديت ما عملتش فيها يعني الا ان انا عملت ماتريكس، تمام. انا هشرح دلوقتي يعني ازاي نعمل ماتريكس بالشكل ده. وعملت نود ترانسليت، يعني ما علينا يعني من النودز دي دلوقتي لان انا لسه هشرح يعني الكلام ده بالتفصيل. بس انا هنا يعني عملت الماتريكس بتاعتي، وطبعا هوديني بيشتغل على الرو فيكتورز، يعني انا كل شغلي دوت كنت بضرب في الفيكتور، كان بيبقى كولوم فيكتور بالشكل ده، تمام. يعني مثلا 01 ديت فيكتور 01، تمام. لو احنا هنقول على الكارتيجن كوردينيتس اللي احنا لسه قايلين عليها المرة اللي قبل اللي فاتت تقريبا، فهوديني بيشتغل على الرو فيكتورز، او معظم كمان تقريبا معظم ال 3D بروجرامز بتشتغل على الرو فيكتور اللي هي بتبقى بالشكل ده، بتبقى 01 01 بالشكل ده، وده فيكتور 01. فبالتالي لما بنيجي نعمل الترانسفورميشن ماتريكس، انا بعمل حاجة اسمها ترانسبوز، او يعني بشقلب الترانسفورميشن ماتريكس ديت، تمام. فبخلي الروز او بخلي الكولومنز بتاعتها روز، وبخلي الروز كولومنز. هو ازاي الهانج اوت وصل ازاي؟ كده شغال، كده شغال. شايف السكرين؟ الو، تمام. زي ما انا لسه كنت بقول ان هوديني بيشتغل على الرو فيكتورز. انا كنت انا من شويه بعبر عن فيكتور بكولومن فيكتور بالشكل ده، ان انا بعمل فيكتور 01 فبالشكل ده، انما هوديني بيعبر عن فيكتور كانه رو، يعني زي كده 01 بالشكل ده، فيبقى 01. فبالتالي لما هاجي اعمل ريبريزنتيشن بتاع الماتريكس بتاعتي، كده انا هعمل 01 بدل ما هتبقى 0 نيجاتيف 1 هتبقى 0 ونيجاتيف 1 بالشكل ده، و1 و0 هتبقى 1 و0 بالشكل ده، على اساس يعني لما اعمل مالتيبلاي في الفيكتور ده ما يحصلش تغيير يعني. ف 0 في 0 في 0 و1 في 1 ب1، سوري 0 في 0 و1 في 0 هتبقى ب0، تمام. وهكذا يعني.
فانا دي حاجه اسمها ترانسبوز، يعني ان انا اخلي الروز كولومن والكولومن و سوري اخلي الروز بتاعه الماتريكس ديت كولومن، فهتبقى 0 نيجاتيف 1 هتبقى 0 نيجاتيف 1 بالشكل ده، 1 و 0 هتبقى 1 و 0 بالشكل ده، لان انا بتعامل في اوديني مع الرو فيكتورز. فبالتالي لما انا اجي اعمل ماتريكس بتاعتي هنا في الهوديني، انا عندي ماتريكس هنا 1 0 0 و 0 1 0 0 0 1. السبب ان انا اعملهم بالشكل او الماتريكس ديت ديت بتعبر لي عن ال ثواني بتعبر لي عن الاماكن بتاعت الاكسس بتاعت الورلد كوردينيت سيستم، اللي هي ال 1 0 0 اللي هو الاكس، 1 0 0 الواي، الواي اللي هو 0 1 0، الزد اللي هو 0 0 1، ال هنا الماتريكس بتاعتي ديت ما لان هي بتعمل او ما بتعملش حاجه عامه، يعني لان انا بضرب ال لان انا اصلا عندي الفيكتور او عندي البوكس بتاعي دوت، البوكس بتاعي دوت على الورلد كورد او في الورلد يعني، وفي والكوردينيت سيستم بتاعه الورلد كوردينيت سيستم يعني، فانا يعني ما كاني ما بعملش اي تغيير لان انا بضربه في الاماكن بتاعه الاكسس، وهو يعني في الورلد كوردينيت سيستم يعني، هو مثلا هو البوكس هنا كده دلوقتي 0 على الواي، 0 على الاكس، 0 على الزد، على الزد تمام، فهو معموله دلوقتي يعني هو دلوقتي محطوط على الاكس والواي والزد، او محطوط على حسب البوزيشن بتاعه على الاكس والواي والزد، فانا لما اضربه في الاكس والواي والزد ده مش هيحصل او مش هيحصل اي تغيير خالص في الـ في الفيكت او في البوزيشن بتاع الكيوب ده دلوقتي تمام. فلذلك انا مسميها يعني هو الاكزامبل ده انا نزلته من على النت تقريبا، من على مش عارف كان حد عامل بلوج كده وبيشرح الموضوع ده. فكده انا عامل 1 0 0 اللي هو الاكس، 0 1 0 0 0 1 تمام. فانا كده ممكن استنتج من الكلام ده ان الماتريكس عامه هي ما ال هي است او ريبريزنتيشن للاكسس بتاعتي. فانا هنا انا في الورلد عايز اعمل ترانسفورميشن من بوزيشن او في الاوبجكت يعني للورلد، اخليه يعني في الورلد كوردينيت سيستم او في هنا في الهودين يعني، ما الهودين شغال بالورلد كوردينيت سيستم، فالورلد كوردينيت سيستم اللي هو 1 0 0 0 1 0 0 0 1 تمام. ف انا لو انا مثلا دلوقتي رحت جيت او يعني انا دلوقتي انا عملت كده ريبريزنت للترانسفورميشن او للورلد كوردينيت سيستم بالماتريكس بتاعه الاكسس بتاعته زي ما عملناها هنا بالظبط في خان لما هديت ما هو 0 وال1 دوت اللي هو الواي اكسس والاكس، وال 0 وال1 دوت الواي اكسس، وال1 وال0 دوت اللي هو الاكس اكسس في 2 ديمنشنز. بس انا الفرق ان انا عندي في 3 ديمنشنز اكس واي وزي بالشكل ده يعني، مثلا واي و اكس و زي. فبدل ما بعمل ريبريزنتيشن ب الماتريكس بال 2 ديمنشنز بعملها بال 3 ديمنشنز بالشكل ده تمام. فانا هنا كده يعتبر ما عملتش حاجه لان انا اصلا الاكسس عندي في الهوديني بالشكل ده تمام. فلما هنا مثلا اعمل عايز اعمل ترانسليت للاوبجكت بتاعي على الواي اكسس تمام، طبعا انا هنا جوه الهوديني عامل نو ترانسليت، عامل نو ترانسليت تمام، نو ترانسليت ديت بتعمل بتاخد ماتريكس تمام، وبعدين بتعمل ترانسليت الاوبجكت على يعني بكمية معينة زيها زي نود الترانسفورميشن نود تمام. فانا مثلا
اعمل سفير هنا بالشكل ده عشان اوريكو يعني المثال. هعمل سفير واخليها بوليجون، و هعمل بوينت فوب يعني انا لسه هوريكو ازاي انا عملت الموضوع ده من الاول. وجوه البوينت فوب ديت انا في هوديني عامة يعني، علشان الواحد يعمل ترانسفورميشن ماتريكس للروتيشن بتبقى 3 باي 3، للترانسليشن بتبقى 4 باي 4، تمام. ف الروتيشن ماتر، فانا دلوقتي المفروض ان انا اعمل فلوت تو ماتريكس 3 اللي هي 3 باي 3 ماتريكس اللي هي بتاعت ال ترانسفورم اللي هي بتاعت الترانسليشن يعني، تمام. فهنا انا كده عندي اللي حصل، البرنامج هيعمل كراش شكله كده اهو. هعمل create input parameters وهيطلع هنا، او لا بلاش بالشكل ده، مش عايزها بالشكل ده، عايزها عشان تبقى واضحة يعني. فهنا ممكن اي ثانية انسى دول كده على اساس اني انجز يعني. فانا كده هحط او عامل بارامتر فيكتور يعني على اساس ان، وحطيته فيكتور 2 فلوت على اساس يعني ان انا اعرف اعمل او احول الفيكتور ده للماتريكس، فيبقى ده الرو 1 كولوم 1 اللي هو ده، تمام. و ده الرو 2 كولوم 1 اللي هو ده، وطبعا اخر رو كولوم رو 3 كولوم 1 كولوم 2 كولوم 3. يبقى انا كده عندي الماتريكس بتاعتي، تمام. وهاجي اعمل مالتبلاي للماتريكس ديت على البوزيشن. طبعا هنا في المالتبلاي ديت انا عملت مالتبلاي الماتريكس، المفروض البوزيشن هو اللي يكون في الاول، فهعمل انفيرت كده للانبوت واروح موصلها للبوزيشن. وطبعا هنا هاجي اعمل الماتريكس بتاعتي، طبعا شايفين الكرة اختفت. لو عملت الماتريكس بتاعتي بالاكسس بتاعت الورلود العادية مش هيحصل اي تغيير، اللي هو 100010001 مش هيحصل اي تغيير، تمام. طيب انا دلوقتي في نود اللي هي ترانسليت، ترانسليت ديت بتاخد الماتريكس بتاعتي ديت، الماتريكس اللي هي 3 باي 3 في الاول بحتاج احولها لماتريكس 4 باي 4 عشان احنا قلنا ان الماتريكس ال 3 باي 3 ديت للروتيشن مثلا، الماتريكس ال 4 باي 4 هي اللي خاصة بالترانزليشن، تمام. فهوصلها في النود بتاعت الترانزليت ديت، تمام. و اوصلها في المالتيبلاي الترانزليت ديت بتاخد، بس مهلا هي بتاخد الترانسفورميشن او الماتريكس بتاعتي ديت وبتعمل لها ترانسليت مثلا على اكسس معين بالاماونت معينة يعني، تمام. فهي مهلا هي بتاخد الماتريكس بتاعتي، تمام، وتعمل لها ترانسفورميشن مثلا على الاكس على الواي مثلا كأنها نو ترانسليشن عادية يعني، لان الترانسليشن اصلا زي ما احنا ما شرحنا قبل كده او في اول محاضرة، ان انا لما يبقى عندي بوينت هنا بالشكل ده، ادي دي بوينت، وبعد كده لما انا اجي اعمل ترانسفورميشن للبوينت ديت مثلا بضيف عليها فيكتور او مثلا ب1 في الاكس بضيف عليها فيكتور اللي هو 1 في الاكس و0 في الواي، بتجيلي او بتتحرك البوينت بالشكل ده. فهنا
في المثال ده هي الترانسليشن بتعمل الحكاية بالشكل ديه بالشكل دوت. فبتعمل زي اد يعني اديشن للفيكتور على كل بوينت او على السفير ديت، مثلا في الاكس في الواي في الزد، وده اللي بتعمله نفس او نفس الوظيفة اللي هتعملها ترانسفورم نود هنا بالشكل ده، تمام. ف دوت ال الترانسليت. طيب النود بتاعت الترانسليت دي طبعا لو ما حركتش او ما عملتش حاجه في الترانسليشن اماونت ديت مش بيحصل اي حاجه، تمام. فدلوقتي دوت يعني ده اللي انا عامله هنا بالشكل ده، نفس الكلام اللي انا عامله هنا. وبعد كده ده هنا نفس الحكايه، بس دوت للترانسليت. طبعا انا عامل هنا ترانسليت 0.5 على الواي، تمام. طيب قبل ما ننتقل للمثال التاني، ثانية واحدة. طبعا الترانسليت طبعا زي ما احنا ما قلنا ديت نود الترانسليت. طيب لو انا بقى عايز اعمل سكيل للبول ديت مثلا في الزد اكسس مثلا، فانا لو انا دلوقتي عايز اعمل سكيل مثلا لماتريكس او لفيكتور زي ما احنا كنا بناخد في اول مثلا محاضرة، لما كان بيبقى عندي فيكتور مثلا 2 3 وعايز اعمل له سكيل مثلا في 2، كنت بضرب سكيلر 2 هنا، تمام. فكان بيطلع فيكتور 4 و0 كده. طب لو انا عايز اعمل ترانسليشن او ترانسفورميشن سوري سكيل للماتريكس او للكوردينيت سيستم بتاعتنا او الورلد كوردينيت سيستم ماتريكس ديت في الزد اكسس مثلا ب2، فبضرب الزد اكسس بتاعي ده في 2، فلو ضربته في 2 هتطلع الماتريكس بتاعتنا 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2. فانا لو جيت عملت نفس الكلام هنا مع السفير ديت 0 0 2، فهيبقى السفير هيبقى حصل لها فعلا سكيل على الزد اكسس بمقدار 2، يعني كاني بعمل سكيل عادي في ال بالترانسفورميشن نود. نفس الكلام هنا في الواي في الاكس، تمام. اما بالنسبه لل في مثال تاني ممكن اعمل حاجه اسمها السكيو. سكيو يعني ان انا اغير شكل الكيو مثلا، اخليه بدل ما هو كيو كده اخليه يعني يبص لفوق بالشكل الغريب ده. طبعا ان انا عايز اعمل لو انا عايز اعمل الشكل ده زي ما احنا ما قلنا ان انا عندي مثلا ده وليكن ده الكيوب بتاعي، لو انا عايز اعمله شكل السكيو ده بقى انا عايز اصغره في الواي اكسس هنا كده، او عايز اصغره في الواي اكسس هنا، ده الواي اكسس بتاعي. عايز اخلي الواي اكسس بدل ما هو ما باصص بالشكل ده لفوق، عايز اخليه باصص بالشكل ده، فبالتالي الكيوب بتاعي يبقى باصص او عامل كده سكيو بالشكل ده، لان احنا زي ما قلنا ان انا كده يعتبر بعمل بالفيكتورز بتاعت الورلد ديت بعمل ريبريزنتيشن للجيومتري. فلما اعمل الواي اكسس بالشكل ده هيتسبب في ان انا اعمل احول او اعمل شكل الكيوب بالشكل ده، وده اللي انا عملته هنا. لو جينا عملناه تاني في السفير ديت ورحت مقلل ده كده ورحت مقلل ده كده، هلاقي او مزود اخلي كده مثلا، هلاقي فعلا البول عملت سكيو بالشكل ده. فيعني تخيلها، تخيل ان انا مثلا عندي بوكس بالشكل ده، اعتبر ده الواي اكسس وده مثلا الاكس اكسس وده الزد اكسس. انا مثلا عايز البوكس ده مثلا يبقى كده مثلا، تمام.
يبقى انا عايزه مثلا يبقى باصص بالشكل ده، او عايزه يعني بشكل معين. فحرك كده البوكس بتاعك، متخيل انك بتحرك الاكسس بتاعتك معاه بالشكل اللي انت عايزه، وبعدين اكتب او اكتب الاكسس بتاعتك بعد الترانسفورميشنز ديت هتبقى عامله ازاي، زي ما عملنا بالظبط في الفيديو او في الاكزامبلز بتاعت خان. انا مثلا عايز اعمل مثلا البوكس ده، عايز اخليه يبقى كده مثلا، تمام. بعتبر ده الواي اكسس. بعد لو انا حركت البوكس بالشكل ده، انا حركته ده واعتبرت ان انا بحرك الواي اكسس معاه، الاقي الواي اكسس اتحرك معاه كده. طب الواي اكسس هو كده يعني مثلا في النيجاتيف اريا، يعني مثلا بدل ما كان 0 1 0 هيبقى مثلا 0، هيبقى مثلا نيجاتيف مثلا 0.7 0.7، ف هيبقى مثلا بالشكل نيجاتيف مثلا 0.7 نيجاتيف 0.7 0.7 بالشكل ده. هلاقي فعلا السفير دي اتحركت بالشكل ده، تمام. طيب كده احنا عرفنا السكيل والترانسفورميشنز بتاعت السفير مثلا عن طريق الاكسس والسكيو بالشكل ده، والروتيت. الروتيت بقى دوت ليه موال تاني، بس قبل ما ناخد الروتيت عايز اعرفكم يعني ايه انفيرت ماتريكس. طبعا احنا في المحاضرة اللي فاتت قلنا الانفيرت ماتريكس ان انا اعمل اقدر اعمل الماتريكس بتاعتي مثلا لو هي ايه، اخليها اللي هي 1 على ايه اللي هي ايه نيجاتيف 1، تمام. وقلنا طبعا ان في طريقة لكده، وان اللي عايز، وانا شرحت واحدة تقريبا، واللي عايز برضو يشوف اكتر عن الموضوع ده خان موجودة، بس في الهوديني يعني عامة الانفيرت موجود في البرنامج، تمام. ف الانفيرت في الهوديني هنا، انا لو جيت ورحت، وانا طبعا في الامثله ديت معمول فيها انفيرت لوحدي يعني، تمام. فانا ممكن اعمل، انا عايز اعمل كوبي وبيست عشان اريح دماغي، بس ما علينا يعني. تمام. فانا اعمل هنا انفيرت للترانسفورميشن، بعد كده اعمل هنا تو واي سويتش، واعمل هنا بروموت للكونديشن ديت اللي هي اسمها invert invert، تمام. وصل الميتريكس بال invert في الأول، ممكن invert ومن غير ال، بعدين من غير ال invert بالشكل ده، وصلها هنا. ممكن هنا اعمل، بلاش، ممكن هنا ما اعملش ده، ممكن اعمل هنا في البارامتر انترفيس اعمل توجل هنا واسميه انفيرت، واعمل كوبي سوري اعمل هنا كوبي بارامتر فعلا، وفي التو واي سويتش في الفاليو ديت انا عايز اعمل بيست ريلاتيف ريفرنس، غريبة دي مش عارف مش شغال ليه. او بلاش، نخليها في الديفولت اللي هي هنا بيست ريلاتيف ريفرنس، تمام.
ممكن هنا اعمل البارامتر ده invisible. فانا كده بقى عندي invert للترانسفورميشن. يعني ايه invert بقى للترانسفورميشن؟ يعني الفرق بين ان انا اضرب ال يعني الفرق بين ان انا اضرب ال الفيكتور بتاعي في ماتريكس معينة بين ان انا اضرب الفيكتور ده في الانفيرت بتاع الماتريكس. طبعا انا عملت هنا انفيرت للماتريكس بتاعتنا. سوري، وانا المفروض بعد ما تروح بالترانزليت على فكرة هنا كده، بعد ما تطلع يعني من الترانزليشن. طبعا هنا انا الفرق بقى ان انا طبعا لو انا مش عامل انفيرت عادي وعملت سوري كده في سوري انا عكست الانبوتس هنا. لا 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 لا، انت كده بتستهبل. اوكي تمام. لو انا عملت ترانسليشن عادي هنا او عملت سكيل ناحية الاكس عادي ب مقدار 2 مثلا، رحت جيت عملت انفيرت، هلاحظ ان هو لما انا عملت انفيرت ده خلاه يعمل انفيرت لل او خلاه يعمل سكيل لل على الاكس اكسس بمقدار بوينت تو او بمقدار يعني هنا لو احنا شفناها هنا هلاقي عمل السكيل بمقدار سوري نيجاتيف 2. يعني انا لو انا دلوقتي ما عملتش الانفيرت وعملت ديت نيجاتيف 2، لا سوري مش نيجاتيف، سوري مش نيجاتيف، بوينت 2 1.5. تمام. فانا هعمل كوبي دلوقتي ديت اعملها هنا ديت بوينت 5 وديت 2 واعمل انفيرت، الاقي الاتنين زي بعضيهم. ف ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل ان انا لما عملت الميتريكس بتاعتي 2 0 0 0 1 0 0 0 1، لما عملت 1/2 او سوري الانفيرت بتاع الميتريكس ديت تمام، يعتبر كأنه عمل 1/2 لكل الحاجات اللي جوه الميتريكس، يعني عكسها. بدل ما هي ما كانت معمل سكيل اب مقدار 2 عمل سكيل اب او عمل سكيل بمقدار 1 اوفر 2 اللي هو نص يعني او 0.5. فده الانفيرت. طيب ماشي، الانفيرت لو انا عملت ترانسفورميشن مثلا في الواي سوري هنا في الواي وانا مش عامل انفيرت، عملت في الواي بمقدار 1 ورحت عملت انفيرت، هلاقيه عمل في الواي بمقدار نيجاتيف 1. فهو ده الانفيرت بيعمل العكس يعني زي ما انتم شايفين. تمام. فهي ديت برضو من يعني انا المفروض يعني الفايدة بتاعت الترانسليشن ديت ان هي انا بدخل لها الماتريكس بتاعتي وهي بتعمل ترانسفورميشن على اماونت معينة. طب انا دلوقتي انا مش في ناس ما عندهاش طبعا في البرامج بتاعتها النود ديت. انا طبعا translation amount ديت يعتبر هي لما اجي هنا واعمل add position او add على position بتاع السفير ديت، واجي هنا واروح عامل parameter يكون vector. هي بالظبط ان انا سوري ما حطيتوش في البوزيشن. هي بالظبط لما اعمل ال transformation او translation على اكسس معين بالشكل ده. فاحنا كده عملنا ترانسفور السكيل والترانسفورميشن بتاع وعملنا سكيو وعملنا حاجات كتير. باقي الروتيشن ماتريكس. الروتيشن ماتريكس ديت طبعا الروتيشن ماتريكس ليها كده فكرة معينة هنا على ويكيبيديا. روتيشن ماتريكس هنا في ال لينير الجبرا
تمام. الروتيشن ماتريكس ديت لو انا عايز اعمل روتيت ل ل فيكتور بالشكل، لو انا عندي في 2 dimensions كده وعندي فيكتور وعايز اعمل فيكتور دوت روتيشن مثلا في الاتجاه ده، تمام. الاتجاه ده اللي هو عكس اتجاه عقارب الساعة، تمام. هنا ديت بتعمل clockwise اللي هو في تقريبا عكس اتجاه عقارب الساعة. بعمل ماتريكس بالشكل ده، الماتريكس ديت بتكون عبارة عن العنصر الأول بتاعها يكون كوساين سيتا، ساين سيتا نيجاتيف، سوري ساين نيجاتيف ساين سيتا، ساين سيتا كوساين سيتا. طب لو انا عايز، او طبعا هي الانجل بتاعتي اللي هي السيتا ديت، احط مكانها الانجل لو انا عايز اعمل له روتيشن مثلا 90 ديجري، فهعمل كوساين 90 نيجاتيف ساين 90 ساين 90 كوساين 90، فهنا يبقى نفس الكلام. طب لو انا عايز اعمل في الاتجاه التاني اللي هو الاتجاه عقارب الساعة، اهوش النيجاتيف ده واخليه هنا تبقى كوساين سيتا ساين سيتا نيجاتيف ساين سيتا هنا كوساين سيتا، يعني زي ما احنا بنشوف هنا، تمام. طيب انا دلوقتي برضو احب انوه على حاجة تاني، بس بعد ما نخلص طبعا اهو هنا كاونتر كلوك وايز اللي هو مع عقارب الساعة، يبقى هعملها كوساين سيتا ساين سيتا نيجاتيف ساين سيتا كوساين سيتا. طبعا هنا برضو بيقول لي يعني انا مثلا لو عملها 90 زيروز طبعا كوساين 90 بزيرو، كوساين 90 بزيرو، ساين 90 سالب بساين 90 بواحد، نيجاتيف ساين بسالب واحد، وهكذا يعني. طبعا ما انا هطبق الكلام ده في الهوديني. هنا بيقول لي في الثري ديمينشنز لو انا عايز اعمل روتيشن حوالين الاكس اكسس، روتيشن حوالين الاكس اكسس هنا 1 0 0 0 طبعا ديت الماتريكس بتاعتنا، واحط في ال في الرو ده والكولوم يعني في الايتم ده والايتم ده والايتم ده والايتم ده الشكل ده، هيبقى كوساين سيتا كوساين سيتا نيجاتيف ساين سيتا ساين سيتا. ولو عايز عكس الاتجاه هشيل النيجاتيف احطه هنا، فهنا نفس الكلام مع الواي ومع الزد. وهنجربها دلوقتي مع الهوديني، تمام. فانا لو جيت هنا في هوديني، طبعا انا عملت المثال اهو، بس انا خليه هنا في السفير بتاعتنا دي عشان تبقى واضحة. هو طبعا المثال ده انا جبته مش عارف تقريبا من على بلوج كده، مش عارف، مش فاكر، كنت ولا فاكر حتى اللينك بتاعها، بس هو يعني جميل جدا. انا دلوقتي لو انا عايز اعمل روتيشن زي ما انا ما قلت كده مثلا على الاكس مثلا، بعمل هنا كوساين مثلا انا عايز اعمله 90 درجة، 90 هنا نيجاتيف ساين 90 ساين 90 كوساين 90، سوري هنا او تمام. لو قلنا زي ما احنا شايفين هو طبعا هيعمل روتيشن، ممكن اعمل بلين بس يعني كده، ايه ده بتعمل ايه؟ بس انا هنا مش عايز اعمل اي ترانسفورميشن، خلاص ما علينا من فكرة البلند شيبس ديت. خلاص انا ممكن اعمل كوزاين دولار اف وساين، بحيث يعني ان الزاوية ديت هياخد الزاوية ما بينهم هتكون برقم الفريم، فالزاوية ديت هتزيد كل ما عدي بالفريمات. فعلا هلاقيه عمل روتيشن على الاكس اكسس، على الاكس اكسس بتاعي اهو، تمام.
ونفس الكلام طبعا لو انا عايز عكس الاتجاه، وطبعا كده بيدور في الاتجاه ده، هخلي النيجاتيف هنا واخلي كده هيعكس الاتجاه. نفس الكلام مع باقي الاكسس. تمام. طبعا الايكويشنز ديت موجودة على ويكيبيديا اهي. طيب لو انا بقى عايز اعمل حوالين انجل، هنا لو اعطيني الايكويشن او اعطيني يعني ازاي اعملها، طبعا هيبقى في الاعتبار كبيرة جدا، يعني ان انا احط هنا كوزين ثيتا. طبعا هو هنا بيفرض ان انا الاكسس بتاعي ده هو فيكتور، يونت فيكتور. تمام. وان هو واي اكس، هو ان هو اسمه يو، ويو اكس ويو واي يو زي، هتبقى بالشكل ده كوساين ثيتا زائد يو اكس سكويرد 1 ماينس كوساين ثيتا. الكلام ده يعني ديت للناس اللي البرامج بتاعتهم ما بتدعمش روتيشن حوالين اكسس معين. يعني في الهوديني بقى بيوفر عليا الموضوع ده، ان انا اقعد اعمل كل الماتريكس ديت. هي صراحة ماتريكس طويلة خالص، وحوالين اكسس معينة هتكون صعبة جدا بالشكل ده. احاول برضو ان انا اعمل فايل يعني بهوديني يكون فيه بالاكويجن ديت، بس يعني الموضوع يعني بقى طويل جدا ورخم صراحة. يعني هيبقى ضخم ان انا اقعد اعمل كل ده واحطه في ماتريكس، هيبقى ضخم. طبعا انا هنا ممكن اشوف في طبعا مثال احسن او في طريقة احسن لعمل ده في هوديني. انا بتكلم دلوقتي على هوديني، انا شفت برنامج زي بلندر مفهوش كده، فلازم ان انا اعمل الماتريكس دي بالشكل ده. تمام. فهنا هعمل ماتريكس بتاعتنا ماتريكس 2 بلوت 2 ماتريكس 3، لان هي روتيشن ماتريكس، فتبقى ماتريكس 3 باي 3. ولا ممكن اريح دماغي واعمل كوبي هنا لكل ده احطه هنا، بس طبعا دي مش عايز احولها لماتريكس 4 لان انا مش عايز اعمل ترانسليشن. وفي طبعا نود اسمها روتيت في الهوديني، النود ديت بتاخد الماتريكس بتاعتي ديت وبتعمل روتيت حوالين اكسس معين وبانجل كمان معينة، فبتوفر عليا خلاص الموضوع. واعمل مالتيبلاي بوزيشن، اروح حاطه في البوزيشن. هنا الماتريكس 1 0 0 0 1 0 0 0 1. الروتيشن اكسس هنا بقى، وطبعا عندي الانجل بتاعتي في الراديانز، فانا اقدر ان انا اعمل اكسس معين 010 اعملها على الواي، واعمل روتيشن حوالين الاكسس ده وعلى الزد، او يعني اي اكسس بقى انا عايزه. بس طبعا دي مش موجوده في كل البرامج، انا اعتقد ان هي موجوده في السكريبت في فانكشن اسمها روتيت تقريبا، بس برضو يعني اللي ما عندوش او ممكن يستعمل الايكويشن ديت او الايكويشنز ديت، يعني على حسب كل واحد. زائد ان كمان في حاجة تاني، في برامج ما بتدعمش المالتيبليكيشن بتاع الماتريكس والفيكتورز، فبيضطر مثلا واحد مثلا عنده هنا فيكتور، عنده ماتريكس مثلا 2 3 4 5، وعنده الفيكتور مثلا 1 و 2، بيضطر ان هو علشان يعرف يعمل الكلام ده يعني في البرنامج، بياخد في ال x axis بياخد 2 plus 3 by 2 اللي هي 6، بيضطر يعملها هو كده. يعني بيضطر ياخد الماتريكس بتاعته مثلا على اساس ان هي فلوتس، يعني ما بياخدهاش على اساس ان هي ماتريكس كده ولا يحولها لماتريكس، لا ده هو بيبقى عامل ان هو عنده فلوت او فاريبل 2 فاريبل 3 فاريبل 4 فاريبل 5، وبياخد ديت ويروح موصلها في الاكس
وناخد نفس الكلام هنا 4 و10 ونروح موصلهم في الواي. فطبعا كل واحد على حسب طريقة تطبيقه يعني. تمام. طبعا قبل ما اخلص في اخر مثال برضو، المثال ده يعني جاهز مش بتاعي برضو. طبعا المثال دوت عبارة عن تيبوت كده، انا استعملت الماتريكس في حاجة، هو تبع كورس كده. طبعا انا عملت بلاتونيك سوليدز عشان اعمل شكل اليوتا تيبوت ده، ده يعني مجسم معروف كده في عالم الجرافيكس وكولر، وعملت له كونفيرت، حولته للميش او لبوليجون يعني، وعملت له فيوز عشان اتاكد ان كل البوينتس يعني مفيش بوينتس مفصوله يعني. بعد كده عملت له ترانسفورم، وديت تحتيها مليون خط لبوزيشن معين. فانا كده بقى عملت ترانسفورميشن ماتريكس ب نود ترانسفورم ديت، ما لان هي بتعمل ترانسفورميشن ماتريكس بس يعني ورا زي ورا الكواليس يعني. يعني كل ده ترانسفورميشن ماتريكس. تمام. وبعد كده عملت بوينت صوب و لا سيبهم علينا من ديت، ملهاش لازمة يعني. بعد كده عملت عايز انا دلوقتي اعمل ترانسفورميشن ماتريكس، او عايز اعمل فيكتورز بتمثل الاوبجكت سبيس بتاعت التيبوت ديت. فعملت او يعني اتعمل على اساس الفايل يعني نفسه، عملت ديليت ل وجبت البوينت ديت من التيبوت. تمام. بعد كده رحت جبت البوينت ديت كمان اللي هي الرينج ديت و البوينت بتاعت الفرونت في بوينت اللي هي ديت. تمام. وبعد عملت بقى سبتراكت بين البوينت او بين الرينج ديت وبين البوينت ديت، فعملت لي فيكتور بالشكل ده، بيطلع من الرينج يروح لفوق هنا اللي هو ده، وسميته اب فيكتور. وبعد كده عملت نفس الكلام فيكتور سميته ايم فيكتور. الفيكتور ده فيكتور بتاع الايم ده هو ناتج طرح الفيكتور او الفرونت اللي هي البوينت بتاعت الفرونت ديت والبيس، البيس اللي هي ديت. تمام. فعملت لي فيكتور طالع بالشكل ده. تمام. وبعد كده رحت جيت عامل كروس برودكت بين الفيكتور ده والفيكتور ده، طلع لي فيكتور بيرپنديكولار عليهم هما الاتنين في الاتجاه ده. تمام. اللي هو اسمه مش فاكر اسمه، سايد فيكتور تقريبا، مش عارف، مش عامل له بتاع هنا، هعمل له سايد فيكتور وانا مش عامل له هنا. تمام. نعمل بايند اكسبورت للسايد فيكتور ده، فطالع بالشكل، طالع بالشكل ده. تمام. عمودي عليهم هما الاتنين. دلوقتي انا حطيت ده هنا، في حطيت الاكسس او التلات فيكتورز بتوعي دول في ماتريكس 3x3. ادي ده الاب، ادي ده الاب والايم والسايد. طيب انا اعرف منين اذا كان ال الفيكتور يعني السايد ده هو اللي انا هحطه في اول ثلاث خانات اللي هما يعني بتوع الاكس اكسس. اعمل اندو للترانسفورم نود ديت، وبعد كده شوف هنا سايد
و انا مش فاكر انا حطيت ال، لا بلاش مش عنده بالشكل ده. الترتيب بتاعهم بيكون عن طريق ان انا بحط ال الاب فيكتور في ال، طبعا في التلاتة دول علشان بتوع ال بتوع الواي، ودايما الايم فيكتور اللي هو اللي انا بيبقى اللي انا عملته ده اللي هو بيبقى بالشكل ده، ده بيروح في اخر ثلاث خانات، ودايما السايد فيكتور هو اللي بيروح في الـ في الاكس، على اساس يعني الاورينتيشن بتاع الـ بتاع التيبوت. احنا مثلا على اساس ان ده يعني يبقى الاكس اكسس، وده يبقى الواي اكسس، وده يبقى الزد اكسس. وعلى العموم يعني الموضوع موضوع تستات، يعني ان انا بشوف ال تيبود دوت، بشوف كده اجرب يعني الاورينتيشن بتاعت الفيكتورز ديت تمام. وبعد كده حطيت دوت في ترانسليت نود، وترانسليت نود ديت عملت بوزيشن بتاعها، او اللي هو ترانسليت اللي احنا كنا بنعمله هنا دوت اللي هو ده ترانسليت الترانسليشن اماونت، حطيت فيها او عملت سنترويد اتريبيوت علشان يحط السنتر بتاعت الرينج ديت او البوينت اللي احنا عاملينها ديت اللي هي دي تمام ديت، هيحط البوزيشن بتاعها بتاع الرينج ديت في الترانسليشن اماونت ديت. ودلوقتي تعرف ليه تمام. وبعد كده عملت حاجة ترانسليت اور، انا عملت ايه هنا بقى؟ هنا انا جبت الماتريكس بتاعتنا اللي طلعت من الترانسليشن تمام، ورحت عامل لها انفيرت، ورحت ضاربها في البوزيشن، لقيته رجع للاورجن. ليه الكلام ده؟ لان انا هنا عشان الرسال ده لخبطني شوية، وبعد كده حسيت يعني فهمته ان دلوقتي عملت كان عندي التيبوت بتاعي او بلاش خليه اوبجكت عادي، ورحت اعمل له ترانسفورميشن بالنود اللي هي ترانسفورم ترانسفورم تمام. فانا كده غيرت ال غيرت الترانسفورميشن بتاعه وعملتها ماتريكس معينة تمام. الماتريكس ديت عرفت ان انا اوصل لها بحيث بان انا او انا عملت ترانسفورميشن للاوبجكت سبيس بتاعت ال السفير ديت بشكل معين تمام، بحيث او ب يعني ترانسليشن وروتيشن وكده، بحيث ان هي وصلت او اتغيرت الاوبجكت سبيس بتاعته لماتريكس معينة. وبعد كده رحت او اللي هي طبعا هنا الاوبجكت سبيس يعني اللي هي او ممكن اسميها يعني ال يعني الفيكتورز اللي هي بتاعت ال تيبوت دوت، او يعني انا هنا طبعا عملت ترانسفورم، فهو كده غير عمل ترانسفورميشن للتيبوت دوت بالترانسفورميشنز ديت. ما ديت الترانسفورميشنز ديت كلها وورلد سبيس تمام. فانا اعتبر يعني غيرت الترانسفورميشن بتاعت الاوبجكت من ان هي كانت 0 1 سوري ان هي كانت 1 0 0 0 1 0 0 0 1، غيرتها بالترانسفورميشن نود ديت وغيرتها هاويفر بقى يعني او وات ايفر يعني ارقام يعني كتير وكده تمام. طب انا دلوقتي عايز اعرف الارقام ديت، يعني عايز اعمل ماتريكس استخرج يعني الترانسفورميشن ماتريكس ديت بتاعت الترانسفورم نود ديت. الفكرة ان انا طبعا زي ما احنا ما قلنا يعني الاكسس بتاعتنا اللي هي الاكس والواي والزد ديت هنشوفهم بعد الترانسفورميشن هيقفوا فين. الواي لو انا الواي كان باصص هنا لفوق
تمام، الواي كان باص هنا لفوق، تمام. فبعد الترانسفورميشن الواي هيبقى باصص بالشكل ده، تمام. فانا عشان اجيب الاب فيكتور انا عايز فيكتور يبقى باصص بالشكل ده. طب تمام، انا جبت عملت الاب فيكتور بان انا رحت جايب التوب بتاعي والبيس ورحت عامل لهم سبتراكت ورحت عامل فيكتور مسميته اب فيكتور اللي هو ده تمام. وبعد كده نفس الكلام، رحت جيت هنا وشوفت انا عندي الاكس اكسس باصص ناحية ديت، تمام، وعندي الزد اكسس باصص الناحية ديت. طيب تمام، عملت نفس الكلام، عملت ريبريزنتيشن للام فيكتور والام فيكتور اللي هو ده وال السايد فيكتور علشان اعمل ريبريزنتيشن للاكسس بتاعتي بعد ما هعمل الترانسفورميشن. وبعد فعلا ما عملت الترانسفورميشن، تمام، ادي ديت الاكسس بتاعتي، تمام، الايم فيكتور والسايد فيكتور، تمام. نفس الكلام بقى، زي يعتبر زي ما انا ما عملت في ال انا في حد معانا هنا على الهاند اهو، زي ما انا ما عملت في ال في ال فيكتورز او في الامثله بتاعه خان اكاديمي. انا كده عندي ال فيكتور ديت الفيكتورز ديت. طيب تمام، انا دلوقتي انا يبقى انا كده عندي الترانسفورميشن ماتريكس بتاعه الترانسفورم نود اللي هي عملت ديت. طيب دلوقتي انا عايز ارجع للاورجن، الاورجن اللي هو 100 اللي هو 010001 اللي هو يعني الاكسس بتاعه الورلد العاديه. وانا دلوقتي عندي ترانسفورم اللي هي بتاعه الترانسفورميشن ماتريكس ديت، عايز ارجع دي لل للورلد كوردينيت سيستم العادي بتاعي ده. طيب انا دلوقتي لو انا لاحظت الورلد كوردينيت سيستم هلاحظ ان هي ايدنتيتي ماتريكس، والايدنتيتي ماتريكس احنا قلنا ان اي ماتريكس في الانفرس بتاعها بالشكل ده بيديني الايدنتيتي ماتريكس. فانا لو عملت مالتبلاي بالماتريكس بتاعت الترانسفورميشنز بتاعت ديت، عملت لها مالتبلاي بالانفرس بتاعها او الانفرت يعني عملت لها انفرت وعملت مالتبلاي يعني على البوزيشن. انا دلوقتي عندي البوزيشن معمول له ترانسفورم بالشكل ده، هعمل له مالتبلاي على ماتريكس الانفرس بتاع الماتريكس ديت، فهيطلع لي الايدنتيتي ماتريكس اللي هي بتاعه الاورجن. وده اللي هيتسبب ان انا هنا اهو انا هنا فعلا عملت كده البوزيشن او اللي هو الكرنت ترانسفورميشن بتاع التيبوت، عملت له مالتيبلاي بالانفيرت، عملت انفيرت هنا اهو انفيرت لل ماتريكس بتاعتي ورحت حاططها في البوزيشن، لقيته فعلا رجع عند الاورجن بتاعي من ناحية البيس رينج او الرينج ديت. ليه بقى؟ لان انا هنا في الماتريكس ديت عملت البوزيشن بتاع المكان بتاع الرينج ده نفسه، فهو خد الترانسفورميشن او المكان ال تيبوت بتاعي دوت على اساس البوزيشن بتاعه هيكون بوزيشن الرينج ديت. فلما عملت له ترانسليت للاورجن تاني رجع ل الاورجن من ناحية الرينج ده، تمام. وبعد كده عملت له ماونتين نود، ماونتين نود ديت يعني بتضيف نويز يعني، تمام. وبعد كده رحت عملت له ترانسليت باك للاوريجينال بوزيشن عن طريق ان انا رحت ضارب برضو الترانسفورميشن، انا كده الايدنتيتي ماتريكس اللي هي ديت اللي رحت ضاربها في ترانسفورميشنز بتاعت الترانسفورم نود ديت تاني، تمام، راحت راجعة للبوزيشن بتاعها اللي هو الأصلي اللي هو كان قبل ما أرجع لل original position أو سوري لل origin يعني، تمام. فأنا هنا
ما عملتش انفيرت طبعا، انا مش عامل انفيرت، وعملت لها مالتبلاي بالبوزيشن وحطيتها في البوزيشن. طلع التي بوت بتاعي ده في البوزيشن بتاعه. يعني الفايدة يعني من الموضوع ده كله ديت، استعملوها التكنيك ده، استعملوه في فيلم مان اوف ستيل. الفيلم دوت كانوا بيعملوا يعني تقريبا يعني الاثر الفاير على الاجسام، فبيعمل يعني زي التأثير ده. فكمان عندهم بروبلم يعني ان احنا هنا لما نعمل ترانسفورم، لو انا هنا جيت عملت ماونتين نود، فهتعمل ماونتين هنا، رحت عامل دولار تي مثلا، هتعمل ماونتين بالشكل الغريب ده. انما لو انا عملت ترانسفورميشن هنا، احنا عايزين بس نقلل الكلام ده كله، ده بوينت وان بوينت وان تمام زي ما احنا شايفين. هنا هلاقيها برضو بتعمل في نفس الاتجاه، في اتجاه الواي اكسس كده، حتى لو ما عملتش ترانسفورم تبقى في الواي اكسس. فانا الهدف بتاعي ان انا ارجعها للاورجن تمام، وبعد كده اعمل الماونتين دوت، وبعدين ارجع للمكان التاني علشان ما يحصلش المشكله دي يعني. وممكن واحد يعني برضه يقول لي طب ما انا احط الماونتين قبل الترانسفورم يعني، بس هي ديت استعملوها في مان اوف ستيلز عشان كان هدفهم انهم يعملوا ديجيتال اسيت بشكل معين يعني. بس ده ده الدرس بتاعنا النهارده، اتمنى ان هو يكون تمام. ويعني لو في اي اسئله، طبعا الموضوع ده رخم شويه يعني، بس هو في النهايه بقى سهل باذن الله. لو في اي اسئله عن الموضوع ده باذن الله تحت امركم. شكرا ليكم كلكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمام. ولو في اي اسئله يعني، لو في اي اسئله تحت امركم يعني. انا في بس صراحه الترانسفورميشن ماتريسز دي جامده يعني. في الديستراكشن مثلا عملنا الدبري بان انا عملت روتيشن، بان انا عملت كوردينيت سيستم بالشكل ده يعني. انا عملت الكوردينيت سيستم جوه البوبس دي، كان تبع كورس كده. دي الطريقة دي عالمية، ان هما بيعملوا الدبري بالشكل ده اهي يعني. تقريبا هي دبري روتيشن كان موجود هنا، راح فين اهو. اللي هو ان انا هنا اعمل السفيرز لما تنزل، عايز اكبر بس الحجم شوية بس ما علينا. ان السفيرز لما تنزل يعني، لو انا قربت منها الاقيها لما بتعمل بتلف كده يعني، بتعمل رول تمام. وده اللي بيحصل في اي دبري لما بتاع يعني بتعمل رول كده في الاول. فطبعا لو انا يعني البارتكلز في العام في الشكل العام يعني ما بتعملش رول يعني، لما بتعمل كوليجن اوبجكت ما بتعملش رول بالشكل ده. فاللي انا عملته، عملت هنا كوردينيت سيستم اهو، روتيشن ماتريكس اهو دي، وعملت لها روتيت حوالين اكسس معين يعني وكده يعني. بس وطبعا استعملت تمام، عملت الماتريكس ديت، عملتها كواترنيون يعني بدل ماتريكس، او ممكن استعملها ماتريكس يعني عادي ما علينا يعني. الكواترنيونز ديت حاجة تاني برضو زي الماتريكس، ليها حاجة تاني بعد كده يعني. فزي ما شايف البارتكلز بتعمل رول كده بشكل معين، حتى لو لاحظتها في السين اللي عملت له ديستراكشن هنا، هتلاقي الدبري اللي هي اهي، اللي هي ديت تلاقيها بتعمل رول كده قبل ما تنزل في الأرض أو قبل ما تثبت يعني. و برضو الماتريكس ديت يعني ميزة برضو جبارة يعني في الهوديني، ان هو يعني فيها ال implementation سهل يعني، بدل ما نقعد نعمل ال equation دي كلها والكلام ده يعني. في الهوديني سهلوا الموضوع خالص. اعرف ناس بيعملوها مثلا في بلندر، بتبقى مشكلة صراحة. طب تمام.
انا كده تمام، شكرا، السلام عليكم.